السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة أم بواقي لنقف على الأشغال نتاع التهيئة نتاع الساحة نتاع مدينة أم بواقي، واللي تعتبر أكبر ساحة في أم بواقي، ساحة شهداء، ما يسمى بساحة شهداء. وإن شاء الله تكون يعني الأشغال بالنوعية جيدة بالمعايير الدولية في ميدان يعني تهيئة المساحات اللي نشوف نستعمل فيه الرخام، نستعمل فيه يعني لي بافي دو بوت كاليتي اللي يعني يشد، لان الاستعمال هذه الساحات هذه ما نروحش ندير انايا لا دال دو سول في المساحات بيبليك. شفناها دال دو سول فيها اماكن عموميه، ان شاء الله المسؤولين هذو يفهموا باللي الاشغال هذه تاع التهيئه العمراميه في المدن عندها اهميه قصوى بالنسبه للمواطنين. نخليكم تابعوا نهايه الفيديو. السلام عليكم.